تفضل يا بني حنة. شكرا لله الذي يعطينا القلب بربنا يسوع المسيح ويقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين. فهذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنبتهج فيه، نفرح بعمله العظيم الصالح الذي أعاننا ووصلنا إلى هذا اليوم ونحن فيه الآن. نفرح بيد الله القوية التي امتدت في هذا المكان منذ أن كان مجرد فكرة وصارت خطاب رسمي قدمه نيافة الحبر الجليل مطرنا المحبوب أبينا وراعينا نيافة الأنبا بخوميوس، ومعه نيافة الأنبا توادروس الأسقف العام بالبحيرة، قداسة البابا المعظم الأنبا توادروس الثاني، إلى أن تحقق الحلم وصار كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمدينة النوبارية الجديدة، وجاء اليوم الموعود يوم تدشين الكنيسة ومذابحها يوم عيدها الذي كنا ننتظره لفترة امتدت حوالي 24 سنة منذ تقديم الخطاب الرسمي سنة 1997، ثم صدور القرار الجمهوري في 2013، ومرورا بفترة حوالي 8 سنوات من التشييد والبناء والعمل. فيها رأينا يد الله القوية تمتد لتصنع معنا المعجزات، وحتى الآن نرى عمل الله العجيب، واثقين أن الرب يكمل عمله معنا. بصلوات وإرشاد صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا توادروس الثاني وشركه في الخدمة الرسولية أبينا المطرن المكرم الأنبا بخوميوس. لذا نرفع قلوبنا وعيوننا إلى الله شاكرينه على رعايته وتدبيره، كما أتقدم بكل الشكر لسيدنا قداسة الباب المعظم الأنبا توادروس الثاني لتشريفه لنا اليوم عيدا ليدشن كنيستنا ونوال بركته المقدسة. فلقد سندنا كثيرا منذ أن كان أسقفا عاما بمطرنية البحيرة، وكانت مباركته وزياراته لنا وافتقاده لشعبه وتوجيهاته لنا بالعمل في الكنيسة وخدمته ومحبته البازلة لأولاده وشعبه في المدينة وقراها. وأشكر من عمق قلبي نيافة الحبر الجليل مطرنا المحبوب أبونا الحبيب نيافة الأنبا بخوميوس، وكيف كان معنا دائما بزياراته الرعوية في مقر الكنيسة الأول بالحي الأول، ثم وجوده معنا وبركته لنا يوم وضع حجر الأساس كنيسة الرسولين بطرس وبولس بمقرها الجديد في عام 2013، وكيف شاركنا فرحتنا بهذا العمل وسؤاله الدائم وافتقاده المتكرر لشعبه وأولاده واطمئنانه على سير العمل بالكنيسة من خلال زياراته الرعوية الكثيرة ومباركته اليوم لنا بمحبته الفياضة وأبوته الحنية ورعايته البازلة. فهذه المناسبة أيها الأحباء أشكر بكل الحب والتقدير جميع الآباء الأساقفة الأحبار الأجلاء الحاضرين معنا وآباء الكهنة الذين يشاركوننا فرحتنا طالبين من الرب أن يعوض تعب محبتهم. أشكر بكل احترام جميع القيادات والسادة المسؤولين الحضور الكريم وجميع من شارك في تنظيم هذا اليوم ليظهر بهذا الشكل اللائق. ولا ننسى أن نشكر كل من تعب معنا وساهم في هذا العمل سواء بالمجهود أو الوقت أو العطاء. وأولا وأخيرا وفي كل حين شاكرين الله على رعايته وتدبيره، ونهنئ أنفسنا والجميع بهذا العمل الإلهي العظيم، طالبين من الله من أعماق قلوبنا أن يحفظ لنا ويديم حياة أبينا المعظم البابا الأنبا توادروس الثاني، ويحفظ حياة أبينا المطران نيافة الأنبا بخوميوس. وإلى منتهى الأعوام يا سيدنا بالصلوات التي ترفعها عنا أمنا العذراء مريم وصلوات الرسولين العظيمين بطرس وبولس وجميع القديسين، وأردد مع معلمنا القديس بولس الرسول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. نشكرك يا سيدنا ونشكرك.